100,000 هتكون عند حضرتك بكره في النادي ان شاء الله، بحيث ان الشركه في المقاولات تنزل من بكره على طول تبتدي تخلص. واحمد قال لي ان هو قدامهم بالكثير 4 اسابيع ان شاء الله يكون خلصوا كل ملاعب الناشئين. ملاعب الناشئين الرخصه بقى، عشان الرخصه دي مهمه عشان نفتح. احنا بنتكلم يا فندم، بس نحط تارجت كده ان شاء الله 15/5 تكون ملاعب الناشئين دي ان شاء الله شغاله، نفتتحها ويكون في نفس الوقت فرصه يا احمد ان احنا ايه يعني دي دخول فتره الاجازه بتاعت الصيف، يعني الولاد قربوا يخلصوا كده ونبتدي نشتغل عليها. والمهم كل الاضاءه خلصت، لان الاضاءه لما بتخلص الملاعب نجيل صناعي بتقعد تقدر تلعب عليها لغايه 11 و12 بالليل، وفي رمضان تقدر تعمل عليها الدورات الرمضانيه بتاعت كل حاجه. هيبقى فاضي المشكله بتاعت 6 اكتوبر. لا لا خلاص 6 اكتوبر حضرتك قلت خلاص. دي خلاص 6 اكتوبر ان شاء الله هنخلص. بالنسبه للمبنى الاجتماعي الجديد احنا عندنا مشكله دلوقتي مع مقاولي العرب، لازم يبقى في لقاء مع المهندس ابراهيم محلب بالظبط، نقعد معاه وسيادتك موجود باذن الله، لانه هم عم حاطين اسعار يعني حضرتك يعني 3000 المتر وبتعمل ب 1000 بره. ب 1000 بره. 3000 المتر فراح عامل لي بقى 19 مليون. 19 مليون حضرتك شيل بقى الثلثين يعني عشان يكمل هذا المبنى الاجتماعي. بجد يعني انا مش بعرف يعني احنا بنبني ونعرف ازاي الاسعار. 3000 كتير. فاذا كان هيعمل لنا لجنه تيجي تقيم اللي اتعمل واحنا نكمل بالسعر بقى اللي احنا هنعمله احنا يعني ده نفس السعر بنعمل ب 1000 جنيه. طبعا. واخد بال حضرتك؟ هيبقى خير وبركه. هو عايز يكمل بقى يكملها بالسعر، بس كمان احنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي. ولازم دي تتحل مش على مستوى نادي الزمالك، على مستوى جميع الانديه. انا مش شركه منتجه علشان حضرتك تاخد مني ضرايب. النهارده اللي وجع قلب كل الانديه، كل الانديه بلا استثناء. حضرتك بياخد مني يعني هو اللاعب النهارده بيجي يتعاقد معايا هو بياخد فلوس. حضرتك بياخد مني انا ضرايب ليه؟ وبعدين هو ما هو اللاعب ده اللي انا بقدمه لك منتخب وطني بيلعب لما لا قدر الله بينكسر انا اللي بعالجه، هذا برضه مش بتعالجه. فقصه الضرايب وقصه التامينات الاموال اللي الدوله يعني النهارده لو الدوله جت قعدت وخدت قرار لكل الانديه انه نبدا يعني انا النهارده مع احترام الاخ موضوع بس مثلا بقاله 8 سنين سايب لي ضرايب وتامينات حوالي 100 مليون. طب انا عايز ابدا جديد، انا ابدا ب انا 500 مليون بالظبط كده. يعني اي دخل هبتدي ادخله للنادي او اي راجل اعمال او انا مثلا عايز اساعد في بال حضرتك انت جايب مليون. لكن لما تيجي النهارده تفكر في هذه المجنونيه، يعني انا راجل لا بنتج وصام ولا بنتج زرع، انا راجل بنتج شباب، بنتج رياضه، بنتج حضرتك انا بساهم في البلد النهارده وده شغلك طبعا كوزاره الشباب. الافه الكبرى للشباب هو الادمان والارهاب. صحيح. انا انت بتمتص عن طريق مراكز الشباب جزء كبير، انا امتص الجزء الاكبر من طريق الانديه. فحضرتك لما النهارده افاجئ ان انا عندي مديونيه 100 مليون او 110 مليون ضرايب وتامينات، وبعدين جاي لي ياب حجز بالتامينات هتحجز عليه، طب انا ممكن خلاص ايه هتحجز اخد لك يعني شويه اعضاء بس هتحجز عليهم. يعني في جواب جاي اعتقد يا علاء يعني شيء غير طبيعي. يعني لازم وزيرة التضامن الاجتماعي عارفه ان ال طبعا الناس اتخذت مرتضى منصور عشان يحل لهم المشاكل. لا ده حضرتك بس دي محتاجه دلوقتي كنا بنتكلم مع الساده الاعضاء مجلس اداره في ان هو لازم يكون في طريقه جديده كمان نادي الزمالك بكل الجماهيريه بتاعته ديت وبكل الشعبيه بتاعته ديت ان هو يكون ليه عائد كويس كمان جدا من المباريات والحاجات ديت. بالظبط. فاحنا بنطلب بقى من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك والرجل القانوني الكبير ان هو يشارك معانا في تعديل بعض التشريعات بالظبط اللي تخلي الانديه كلها. النهارده انا هاني شكري بيكلمني على ان ممكن نادي الزمالك يجيب 130 و140 و150 مليون جنيه في هذا الموضوع. تمام. بس يبقى في تعديل تشريعي بشكل او باخر عشان نعرف نشتغل عشان تعرف تشتغل. فده بقى حضرتك بما انك رئيس نادي الزمالك وراجل مستشار قانوني كبير تساعدنا في التشريعات ديت اللي تجيب الفلوس. احنا مش محتاجين بقى حاجه من الدوله. بالظبط. انا عندي ارضي وعندي مشروعاتي. عندك مشروعاتك وعندك كمان جماهيريه النادي اللي تخلي الاسم بالظبط. فاحنا محتاجين حضرتك احنا نعمل مؤتمر الاسبوع الجاي ما بين الوزاره واتحاد الاذاعه والتلفزيون والانديه ونقول يا جماعه واتحاد الكوره نقول يا جماعه تعالوا نحط بروتوكول دلوقتي علشان الدوري الجديد اللي هيبتدي بعد 4 اشهر او 3 اشهر لابد نشتغل فيه من النهارده عشان ما يطلعش النادي الزمالك في الاخر 2 3 4 مليون جنيه. تقول كده حضرتك انا النهارده عندي ماتش مثلا في استاد القاهره بدفع 30,000 ولا 50,000 يعني ده نوع من التعجيز. انا الحقيقه دي حاجه تخص وزاره الرياضه، انا الحقيقه مش مقتنع بالكلام ده كله. وانا النهارده دافع للاتحادات كلها
كل اتحاد كان مأجر يقول لك اصل الاتحاد عليه 40,000 جنيه مأجر ملاعب الاتحاد الاستاد. يعني ايه الاتحاد بتاعنا يأجر بتاعنا برضه ويجي على بتاعنا ويدفع حاجه مش طبيعيه طبعا؟ فهنعفي الكلام ده كله. انا مش شايف حكايه ال 50,000 اللي بتدفعها الانديه في الحاجات دي. مفيش جمهور علي الوزير كمان ما عندوش عارف. كل ماتش كل ماتش 50,000 الاستاد، 30,000 المعسكر بتاع اعداد الفريق، و 20,000 مش عارف تلافيات، بندفع 100,000 في الماتش ما ناخدش حاجه خالص. احنا هنشوف القسم ازاي. واحنا انا مش شايف ان انا النهارده كوزاره رياضه في اتحاد بتلعنا بيتمرن منتخب على ارضك كده على ارض الكاس لا ولا اخد منه فلوس. يعني مش شايفه منطقي، بس لازم اقعد مع الزملاء وادرس هو ليه حاطط اللائحه دي وحاطط بناء على ايه، وهل الكلام ده بيشترك ازاي. احنا برضو الدوله بتدينا فلوس، فاذا كان الكلام ده عشان ندفع لاستاد القاهره اذا كان كهرباء ولا ميه ولا صيانه ولا كلام الدوله تتحمله. لكن انا مش معقول يعني والله يشيل عيب رهيب من علينا يا فندم. طب فدي هنشوفها بشكل او باخر، يعني هنشوف الموضوع ده بشكل او باخر. لان احنا مش جايين زي المستشار مرتضى بيقول هو الشركه بتكسب ولا حاجه عشان كل ما يروح يتمرن في حته ولاد فلوس يعني كده. الموضوع محتاج اعاده صياغه شويه. لكن كل اللي بقى تقول لي هو كل حضرتك ان الضرايب مثلا 80 مليون انا دي مستغرب جدا. التامينات 40 مليون يعني بيتكلم على 73 مليون جنيه. 73 جنيه ضريبه الانبساط اللي هي الدمغه اللي كانت نص في الميه. هم بيعتبروا انه ده ضرايب الدخل على العقود، ولكن الموظفين انا ما قدرتش ادفعها. والموظفين انا ما قدرتش ادفعها ليه؟ لان انا عندي مشاكل في حاجات تانية وبدعم الدوله في حاجات تانية في الفرق بتاعتي. في زي ما قلت لحضرتك كره اليد ان انا بصرف عليها 5 مليون ونص، ما بيجيليش الوزاره دي 100% كل الكلام ده ليه؟ عارف ان 73 مليون جنيه احنا ما نقدرش نبتدي من بدايه 73 مليون. ليه ليه لا خطر. لا انت ما حطيت مين قال لك؟ خلاص بقول لك انا عليا 106 مليون جنيه عندي. عايز حد يكلمني انا ليه؟ يعني انا عايز انجح انا ومجلسي في مجلس 8 سنين جاب اجوب وما يجوبهاش والناس دي كلها. راجل حملني انا مسؤول عليك انت كده يا نيابه وتحمل انت بقى الدوله كلها. انا النهارده اخش النادي عندي 306، طب انا اعمل ملاعب ازاي؟ يعني اجتماع مع سيد رئيس الوزراء وحضرتك ووزيره وزير الماليه ووزيره التضامن وناس نقعد مع بعض. انا ورؤساء الانديه نتكلم. حضرتك باخد مني يعني حضرتك ايه المنتج اللي انا بقدمه بكسب منه؟ انا انت اللي بتكسب، انت بتكسب الدوله بتكسب ان انا نعمل معاك حضرتك ان انا الشباب ده تكون سيبك بيعمل ايه من الالعاب اللي بتجيب بطولات. لكن ما تنساش حضرتك ان انا عندي ناشئين وفرق ناشئين كده. لو عندي بقى لو عندي كاراتيه وجودو وتنس والالعاب الثانيه بتاع ابني والسباحه وابني وابن حضرتك النهارده بتدعمني انت ليه بتعدي عايز تكتفني من ورا كده وتقول لي وانا ما اعرفش اعوم وتقول لي ايه عدي المحيط الاطلنطي؟ طب انا عدي ازاي؟ انا هاجر. حضرتك لازم يبقى في ورقه كده بتتكلم في بدايه عهد جديد يا استاذ الاستشار ان شاء الله. ولازم نقف مع الانديه الكبيره ديت ولازم نرجع الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري لقوتهم بتاعت زمان وتفريخ اللعيبه اللي كانوا طول عمرهم بيعملوه. احنا كنا في فتره صعبه في السنوات السابقه وانا عارفين الظروف اللي عدت بيها، لكن بقول لحضرتك احنا لدينا دلوقتي فلوس وفي الوزاره عندنا فلوس ومش هنسيب الانديه الكبيره الشعبيه والجماهيريه دي ومش هيقع على نادي الزمالك ولا نادي الاهلي ولا الحاجات دي. احنا مفترين ونبتدي نشتغل مع بعض كده ايدينا في ايدين بعض بسرعه الحاجه الاسرع فالاسرع فالاسرع. فانا شايف انه ما ينفعش نادي الزمالك ولا بعد اذن حضرتك انا عشت في الاربع شهور السابقه قبل ما سيادتك تتولى رئاسه مجلس الاداره كان ناشئين بيتمرنوا عندنا في مركز شباب الجزيره وكانوا مش لاقيين مكان يقعدوا فيه وسعادتك كمان تفضل في بيت من بيوت الشباب عندنا ولا تبني حتى تقلموا فيها حضرتك بالظبط. كنا بنستضيفهم كل حاجه و النهارده اللي بتكلم حضرتك عليه ده من ضمن السكن اللي عايش في الدكتور مبنى اللي هنعمله والله. دكتور مصطفى انا سامع ان هو مش هيتاخر لو في تصميم موجود او اي حاجه. اللعيبه المتغربه طبعا هيبقوا بنفس المبنى ده كمان سكن متغرب. السيد الوزير قدام مركز الشباب هيبقوا موجودين جوه النادي. يعني احنا يهمنا سياده المستشار ان احنا نقف مع نادي الزمالك لان نادي الزمالك الحقيقه على تاريخه الطويل جدا بيقدم ناس كتير للمنتخبات وبيقدم ناس كتير جدا على مستوى كمان شباب كبير. يعني مش بس مساله الاحترافيه لا وممارسه الرياضه بشكل عام. وانا لما اشوف النهارده من نادي الزمالك بالاعداد اللي بتمارس فيه الرياضه يساوي اعداد كبيره جدا من مراكز الشباب مجتمعه على بعض. فانا النهارده في وزاره الشباب بدعم مركز الشباب زي مركز شباب البابه مركز شباب مدينه ناصر بندعمه ب 5 مليون و 4 مليون و 6 مليون بنعمل له ملاعب جديده وبنصلح له البنيه الاساسيه. ده دور الدوله لتحقيق العداله الاجتماعيه.
بس احنا عشان نحقق عداله اجتماعيه كمان لازم الانديه الكبيره اللي تقدم منتخبات وكده تكون عايشه حاله من الاستقرار. نتمنى ان شاء الله بعد الثلاث سنين الصعبه اللي مصر عدتها دي ان يكون دي بدايه، واحنا متاكدين ان الشباب والرياضه هي الدور اللي ممكن يقلب الشكل بشكل سريع جدا ويغير الشكل والمفهوم، لان هو دور المحاضرات حضرتك. انا مشكلتي حاجتين، ارهاب وادمان، اللي انا فيهم دلوقتي. صحيح صحيح، هو ده دور وزاره الشباب. تمام. انت عايز تمام تدع الارهاب والادمان بالاضافه طبعا جزء منه الفقر طبيعي وكلام ده، انك انت حضرتك الانديه نمره واحد ان انا بدعمها بحيث ان انا عندي الولد يخش يلاقي حمام سباحه نظيف، كلور ما فيش فيه مشاكل، يلاقي كاراتيه، يلاقي جودو، يلاقي ملعب ناشئين، يلاقي كل دوت. انا بمتص طاقته عندي، وده طبعا على مستوى اقل في مراكز الشباب. صحيح. احنا ربنا يسهل ان شاء الله. كمان برضه يا سيدي المستشار حضرتك تهتم بالجانب الثقافي، وانا عارف حضرتك تهتم بالجانب الثقافي والموسيقى والجانب الثقافي والجانب الاجتماعي كمان. انا عارف ان لان احنا كمان محتاجين جنب الرياضه ان يبقى عندنا ونهتم كمان برضه، دي حاجه تهمني جدا يا سيدي المستشار، برياضه الانسات. رياضة الانسات. صحيح. صحيح. يعني اتمنى يكون عندكم فريق فولي وفريق هاند. عندنا كان لسه بيلعبوا امبارح مع الاهلي. مش مهم معلش، بس عشان كده بيعملوا يمارسوا يمارسوا كل الفريق 3 مليون جنيه وفي رياضه 3.5. يعني عايزين نسبه كبيره جدا من الانسات تلاقي كمان مجال تقدر تمارس فيه الرياضه. عشان كده معالي الوزير هرجع هقول لسعادتك تاني، احنا محتاجين برضه جزء من المساعده للفرع، فرع مصر مخوف ان العمليه فيه متهالكه، والاسر في الناحيه الاجتماعيه هتطلع الشهر الجاي مش عايز اقول لحضرتك حاجه، في التسع سنين اللي فاتوا بايظ خالص، والارض دي على فكره بتساوي في المجلس يقرر المبلغ منه كام بقى لمصر. لا احنا ناخد الجزء الاولاني بعدين نجي ثاني يوم. هو انا البيت جنب الوزاره والنادي جنب الوزاره، نطلع من هنا وتطلع من هنا. خليه شاطر يعني ياخد شويه شويه، مش كل حاجه عايز يعوضوا فيه 600 ولا 700. ما انا عاده شغله بالانتخابات بقى. لكن احنا حضرتك برضه عشان تطمن، احنا عملنا نظام اللجان ان اعضاء عاملين في النادي يبقوا هم رؤساء اللجان، يعني نفعل اللائحه بحيث ان انا راجل برسم سياسات كمان في الاداره واتابع تنفيذها. لكن انا لو عملت انا بقيت انا مسؤول عن لجنه مع رؤساء ثقافيه وكل دوت. وده اللي احنا عاملينه، ويمكن معظم الاخوه معانا في المجلس يعني شبعانين شهره، فشبعان الشهره ده دايما بيبقى ايه، مش عايز يتكلب على كل شيء. فاحنا موضوع اللجان ده يمكن لو حضرتك عاملين لجنه صحفيه وجايبين ناس بقى، يعني اكيد انت عندك في اعضاء نادي الزمالك على اعلى مستوى. بالظبط، عندنا صحفيين وعندنا اعلاميين. يعني دكتور انا سمعت حضرتك ودي كانت حاجه عجبتني جدا، ان حضرتك مثلا مستعين بالدكتور كمال درويش كمستشار، مستشار مستعين بالمستشار عمر هريدي برضه في الناحيه القانونيه. فانا شايف ان حضرتك عندك محمود معروف رئيس لجنه صحفيه. طيب. كامل البطار رئيس اللجنه الاعلاميه. حاجه عظيمه جدا يعني، كلها يعني كلها شخصيات. لا ناس عايزين الدكتور محمد عامر رئيس لجنه طبيه. يا سلام. حضرتك فكل واحد من دول بيناسه اللي هم يعني الدكتور محمد عبد الكريم الاطباء معاه، بحيث يبقى النادي مش مجلس مجلس الاداره زي ما قلنا، بيرسم سياسات ويتابع تنفيذ هذه السياسات. احنا بنشكر حضرتك على الطلب. لا يا فندم انت تشرف استشارتك، وبهني حضرتك اولا يعني على النتيجه الرائعه دي في الانتخابات، وبهني مجلس حضرتك، وانا سعيد ان الشخصيات الرائعه دي بقت المجلس. ونتمنى ان شاء الله ان نادي الزمالك على ايد حضرتك يا حسن وتعود لي بقى البطولات اللي ان شاء الله ان شاء الله هنا اروح ان شاء الله. شرفتنا يا سيدي. بكره لو سمحت حضرتك تبعت حد يستلم اول الشيك ان شاء الله عشان نبدا على طول ان شاء الله. بعد بكره احمد يكون الشركه هاني استاذ هاني شوقي احمد مستر هم المسؤولين. احمد هيتابع بس الملاعب عشان احمد وعيد نادي قبل شهر ان شاء الله. هو استاذ هاني شوقي اللي هاني شوقي بيتكلم عن فلوس هتجيبه لك انت بس لو مش 140 مليون. انما احمد عشان ماسك النشاط الاجتماعي والرياضه قال لك عايزين خلال اربع اسابيع ان شاء الله. شرفتني يا فندم. شرفتني يا فندم.